ضمن حملة توزيع السلال الغذائية في محافظات إقليم كردستان وكركوك ومحافظات نينوى وديالى وبغداد، وزع فرع محافظة بغداد لمؤسسة بارزان الخيرية مئات السلال الغذائية على الأسر المتعففة في هذه المحافظات بدعم من جمعية كويت للإغاثة. مؤسسة بارزان الخيرية ضمن مشروع توزيع السلالات الغذائية اللي هي أكثر من 7000 سلة غذائية في عموم محافظات إقليم كردستان وفي نينوى وفي بغداد، وهاليوم كما تشاهدون احنا في بغداد نقوم بتوزيع السلالات الغذائية على العوائل المتعففة، وبعد ذلك سنقوم بتوزيعها في محافظة الكوت أيضا على العوائل المتعففة، هذه بالتنسيق وبدعم من جمعية الكويت للإغاثة. طبعا مؤسسة بارزان الخيرية تتواجد في المناطق الفقيرة، المناطق الأكثر احتياجا للمساعدات، لهذا السبب احنا حضرنا في هذه المنطقة لنقوم بتوزيع هذه السلات الغذائية للناس المتعففة طبعا بدعم من جمعية الكويت للإغاثة. نحن جايين من مؤسسة بارزان الخيرية بالتعاون مع دولة الكويت، هذه حملة بديناها بكل أعراق واليوم وصلنا لبغداد الحبيبة العاصمة. نسقنا ويا لجان فرع الخامس طبعا التدقيق بالقوائم، الناس اللي يشمل المساعدة أكثرية المحتاجة، المعوزين، عندك المطلقات، عندك الأرامل، عندك ذوي الشهداء، لأن كمؤسسة بارزان الخيرية هاي منهجنا أنه ما ننسى أحد سواء كان لونه، عرقه، دينه، مذهبه، هذا ما بيها فرق عندنا، المهم الناس محتاجة وإحنا نوصل يد المعاونة المساعدة للناس. واليوم الحملة هنا أنا بدينا وإن شاء الله الحملة يستمر باكر إن شاء الله إحنا بالكوت وإن شاء الله بكل المحافظات العراق، بس يكمل التنسيق والتدقيق على القوائم راح تلاقونا هناك كل يوم بمحافظة نخدم أهالينا. يعني سوينا مسح ميداني وشملنا أكثر شيء مناطق مدينة الصدر، قطاع 56 57 58 60 63 61 62 يعني قيارة، فأكو هواي هناك عوائل عندنا متعففة فقيرة، أرامل، مطلقات، أكو عندها عاجزين عن العمل، عندها معوقين، فشملنا هاي الفئات، مستمرين من يعني من ناس الناس دا نوصل. اي يعني شلون عندنا جرد للمنطقه انه هذا بيت متعفف، هذول فقره، هذول يعني عندهم ناس عاطل عن العمل، اكو خريج جامعه ودي عنده تشامبر يبيع يعني مواد بسيطه، يعني يا دوب يطلع قوت يومه، فشملنا هاي العوائل.